كلام لسيدتنا ومولاتنا عقيلة الطالبين زينب. صلوات الله وسلامه عليها فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا. نور مقامكم بذكر الحبيب المصطفى النبي الأكرم محمد وآل محمد. سلام الله عليها والتي يمكن أن نستنتج من خلالها أنها المهمات الأساس التي ينبغي أن نطلع بها نحن في مثل هذا العصر وفي جميع العصور. مهمتان أساسيتان، كل مهمة تجلت بشكل واضح في سيرة مولاتنا الحفراء. المهمة الأولى التعريف، هذا الإطار العام لها، وللإطار العام مصادر التعريف بمقام أهل البيت وأحقيتهم صلوات الله وسلامه عليهم. هذه مهمة كل إنسان ينتمي للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله ولهذا الدين ينبغي خصوصا الذي ينتمي لسلك أهل البيت ينبغي أن يطلع بهذه المهمة في أي مكان يكون، في أي زمان يكون، بأي طريقة يكون، ينبغي أن يتصدى لمهمة التعريف بمقام أهل البيت، إما شفاها بالكلام، بالكتابة، بتوليد النظريات، أو من خلال سلوكه العملي مع الناس بالمحافظة على القيم المناقبيات الآداب الرفيعة التي تجلت وظهرت في سيرة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين حتى يعرف أهل البيت. ينبغي أن يكون الذين ينتمون لهم على أهلية كافية في التعريف بهم. ولذلك نصت الروايات على أن يتحلى شيعة أهل البيت لمناقبيات أهل البيت لأن لها انعكاسات على الإنسانية. كيف يمكن أن نعرف نحن الآن أهل البيت من خلال الذين ينتمون إليهم؟ تماما كما كان في العصور السابقة. فأقول هذا أولا التعريف بمقام أهل البيت. لكن التعريف بمقام أهل البيت بعض الأحيان يكون من خلال التأكيد على مظلوميتهم لأن المناسبة هكذا تكون. يعني لاحظوا الحوراء سلام الله عليها قامت بدور كبير جدا في التعريف بمقام أهل البيت وحقيتهم، لكن من خلال ماذا؟
من خلال رفع راية المظلومية. هذه طريقة. في زمان ينبغي أن نرفع راية المظلومية حتى نعرف بحقيقة أهل البيت، لأن الناس سيسألون من هم هؤلاء المظلومون ولماذا ظلموا مثلا. الأجوبة تكون كافية في التعريف بحقيقتهم. شوف الحوراء سلام الله عليها لما نراجع خطاباتها في الكوفة، في الطريق إلى الشام، في الشام، بعد رجوعها وبقائها تقريبا سنة أو أقل من سنة هكذا في المدينة المنورة، طيب طوال هذه المدة كان الشغل الشاغل للحوراء سلام الله عليها رفع راية المظلومية لأهل البيت. وطبعا راية المظلومية أيضا لها خصوصيات. بعض الأحيان ترفع راية مظلومية أمير المؤمنين، الظرف يقتضي ذلك. بعض الأحيان راية مظلومية الإمام الحسن. ها؟ كل واحد هو في الحقيقة معبر عن الجميع. الحوراء سلام الله عليها رفعت راية مظلومية الإمام الحسين سلام الله عليه، ولهذا في خطبها في الكوفة، في أحاديثها في الكوفة، كانت تؤكد على مظلومية الإمام الحسين. في الشام تؤكد على مظلومية الإمام الحسين. في المدينة تؤكد على مظلومية الإمام الحسين. لكن هذا التأكيد، تلاحظ الروايات، هذا التأكيد في أي سياق؟ في سياق التأكيد على أحقية أهل البيت. يعني مظلومية الإمام الحسين سلام الله عليه نموذج فرد من أفراد ذلك الطبيعي. لاحظين؟ ولذلك لما تكلمت دافعت عن الإمام الحسين في مجلس يزيد، ماذا قالت في النهاية؟ ماذا قالت في النهاية؟ ربطت الموضوع بأهل البيت. فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا. أرجعت الموضوع إلى ذلك الطبيعي وهو أهل البيت، أحقية أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. هذه راية ينبغي أن ترفع في كل عصر. في بعض العصور يقتضي الأمر رفع راية المظلومية كما كان في زمان الإمام، زمان الحوراء سلام الله عليها. في بعض العصور يقتضي الأمر لا، مو رفع راية مظلومية كما في زمان الإمام الصادق مثلا. ها؟ تعريف بأحقية أهل البيت من خلال التأكيد على المقام العلمي مثلا. نقول يعني في كل عصر بطريقة من الطرق. ها؟ الله يبلغنا وإياكم. عصر الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، في ذلك الوقت التعريف بأحقي بأهل البيت ليس من الضرورة أن يكون بشعار المظلومية، مع أن شعار المظلومية سيكون له أثر بلا كلام، لكن بعد أن يستتب الأمر للإمام الحجة ذاك الوقت التعريف بمقام أهل البيت ما له علاقة بالمظلومية سيكون، لا سيكون مرتبط بالأحقية القيادية، بالأسبقية الدينية، بالموقعية العلمية، وغير ذلك من الأبعاد. هذا واحد. هذا أمر قامت به الحوراء وهو درس لنا. اثنين، نشر علوم أهل البيت. لاحظوا، نشر علوم أهل البيت، اللي حتى الروايات أكدت أن من هو أفضل الناس الذي يتعلم علومنا ويعلمها الناس؟ أشرف الناس، لأن هذه مهمة صعبة جدا. لا يمكن للعالم أن يطلع على علوم أهل البيت إلا إذا كانت هناك قيادات علمية تتبنى هذا الموضوع. وهذا لاحظناه في سيرة الحوراء، إما من خلال الخطب التي قدمتها، ولذلك أمضى علمها الإمام السجاد، قال عالمة غير معلمة. معنى عالمة غير معلمة معناه أنها كانت تعرف بعلوم أهل البيت أو
ما رواه الشيخ الصدوق عنها أنها جلست في مقام الإمام زين العابدين. صور هذه مهمة جدا، يعني مو عادية أن يقف الإنسان في مقام إمام ويتكلم على لسان إمام. هذه أي إنسان، شوف حتى مرجع التقليد الآن لا يدعي هذا الموضوع، حتى مرجع التقليد ما يقول أنا الآن أتكلم على لسان الإمام، يقول هذا الذي يظهر لي من مرادات الإمام ويختمها والله أعلم. ولهذا في كثير من المواطن يمكن الفقيه يصل إلى رأي بأن هذه الرواية مو معتبرة، ما يقول ما أعمل بها وما لها قيمة، يقول الآن أنا ما أقدر أفتي بناء عليها، وما يضرب به عرض الجدار هكذا، يقول ها وأهل البيت أعلم بكلامهم. ما أدري هم ربما قالوها، لكن إحنا الآن ما ثبت عندنا هذا القول. عقولنا قاصرة مثلا. فردوه في الرواية، فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى العالم من آل محمد، رجعوه قل هذا هم أدرى بكلامهم. الآن إحنا مو ثابت عندنا، لكن هم أدرى بكلامهم. لا تقولوا قال ولم يقل، لأنه قد يكون قال، يمكن يقول الإمام قال. فأن يجلس الإنسان مجلس الإمام المعصوم، هذا يحتاج إلى أهلية خاصة. الحوراء كانت تعبر، ها كان ما يلقيه الإمام زين العابدين تظهره الحوراء بلسانها، لاحظين؟ وما قالت، يعني الحوراء لما كانت تتكلم ما كانت تقول والله العالم، يمكن يكون هذا مراد الإمام السجاد، لا تكلمت على لسانه، وهو قال عالمة غير معلمة، يعني أنها كانت تنشئ على لسان الإمام. هذه رتبة عليا، هذه رتبة خاصة، هذا حتى أقول مرجع التقليد في عصورنا الآن لا يستطيع أن يقول هذا الكلام. طيب، وفي محضر الإمام زين العابدين للشيخ الصدوق روي المقطع، كلكم تعلمونه، جلست في المدينة مكان الإمام زين العابدين تفتي الناس في الحلال والحرام إلى أن برئ الإمام زين العابدين. تجلس مجلس الإمام زين العابدين، يوم اللي برئ الإمام أخذت ناحية وجلس الإمام مكانه، يعني تجلس مجلس الإمام. ماذا تقول؟ تعرف الناس بعلوم آل محمد، هكذا كانت تصنع الحوراء. ولهذا أقول من المهمات التي نطلع بها نحن في هذه العصور تعريف العالم بعلوم آل محمد، هذه مهمتنا، هذه وهي من أقدس المهمات، مهمتان تجلتا في حياة سيدتنا الحوراء، هما من أهم المهمات في عصورنا. أولا تعريف العالم بأحقية أهل البيت، بمقام أهل البيت بالتي هي أحسن، بالمنطق العلمي، بالخلق الرفيع، بالآداب العالية، هكذا. اثنين، تعريف العالم بعلومهم، إذا العالم اطلعوا على مقام أهل البيت وعلى علوم أهل البيت، ها تلقائيا لا أقل ولو نفسيا يميلوا إلى جنب أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. عالمة أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. صلوا على محمد وآل محمد. آل النبي نجوم في الورى زهر، المصطفى شمسهم والمرتضى قمر مطهر، نقيات ثيابهم الصلاة عليهم.
أينما ذكروا، أفضل الصلاة والسلام عليك محمد وعلي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحمنا يا إلهي بمحمد وآل محمد، صلواتك عليهم أجمعين. محمد صلى الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم أجمعين. لما حملت مولاتنا سيدة النساء فاطمة صلوات الله وسلامه عليها بالكاملة العالمة العقيلة سلام الله عليها، كان حملها سعيدا مباركا ميمونا إلى أن أكملت أيامها. أحضر لها مولانا أبو الحسن سلام الله عليها عليه وعليها من يليها من النساء، حضرنا عندها يحدثنها ويؤنسنها